باتجاه الرؤوس الأقرب لذلك، بينما باتو في انتظار الكرة، سيدورف يسدد والجول، سيدورف يسجل، سيدورف من بعيد يغلب كولتشي، توقعت بأن سيدورف سيلعب الكرة باتجاه الرؤوس، لكن تسديدة سيدورف كانت باتجاه المرمى، جراند تيرو كان من جانب سيدورف، سيدورف يعلن عن تقدم ميلان، ميلان ياخذ الأسبقية بفضل هذا اللاعب المتألق في الآونة الأخيرة، كان وراه التقدم في اللقاء الأخير أمام الفيولا، والآن يصنع الفارق من خلال هذه التسديدة القوية، النتيجة تتغير، ميلان 1 سامداريا لا شيء، وسيدورف وراء هذه الكرة اللي استقرت واخذت طريقها نحو الشباك رغم محاولة الحارس كولشي، ستتغير حسابات البيرتو كافازين، سيدورف الاكس جوكاتوري لاعب السابق